ما يصير نعرض حلقة في برنامج جيرتنا وما يكون معانا مشاركة من المصورين المبدعين اللي دائما يرسلون مشاركاتهم. اليوم بنكون معاكم من ممشى الضباب اللي يقع في أعالي جبال قمة عسير، نشوف معاكم هذه المشاركة مع المصور صلاح القرني. على جمالك يا بلادي يا السعودية، يعطيك العافية يا صلاح القرني. ختمنا حلقتنا لليوم بهذه المشاركة وكان الختام مسك وكل جمال.